السلام عليكم ورحمة الله زملائنا الكرام، رح نحكي عن برنامج كامتازيا 7 وكيفية استثماره في تسجيل المحاضرات وتحميلها على اليوتيوب. بالبداية أنت لازم تنزل كامتازيا 7.1. طبعا هذا هو رابط التحميل يا شباب يا زملاء، رح تلاقوه موجود عندكم بأسفل الفيديو ضمن تعليق إن شاء الله تعالى. بيلزمنا أيضا برنامج آخر هو لضغط الملف، يعني أنت ممكن يطلع الفيديو عندك 100 ميجا 200 ميجا 300 ميجا، بتريد تخفف حجمه حتى تنشره على الإنترنت، فلازمك برنامج اسمه هاند بريك. شو اسمه البرنامج؟ هاند بريك. هون بتكتب هاند بريك على جوجل، هاي جوجل، وهي هون بتكتب هاند بريك داونلود، تمام، وبتحمل بالهاند بريك. طبعا هذا هو راح يطلع لك الصفحة هي اللي شايفها، بتحمل احد هالنسخ هدول ما في مشكلة. الان بالنسبة للكامتازيا عند اللي بتحمله، تمام، بيطلع لك هون البرنامج مع السيريال نمبر. السيريال نمبر يا شباب راح تلاقوه موجود عندكم هون، فلما انت بتحمل بتعمل سيت اب وبيطلب منك السيريال نمبر، بتفتح هذا الملف فبتختار هاي اليوزر نيم وهذا السيريال نمبر، هدول بتختارهم. لا تختار هاد، لا تختار هاد ولا تختار هاد، لانه ما راح يقبلوا. اذا بتختار الاولاني، هذا اليوزر نيم وهذا السيريال نمبر، تمام. الان انت نزلت البرنامج وصار البرنامج عندك على سطح المكتب اللي هذا هو، لما بتضغط عليه، انا ما بحسي نضغط عليه حاليا لاني عم سجلكم، فلما بتضغط عليه بيطلع لك هي النافذة اللي شايفها أمامك، فبتضغط على ريكورد سكرين. ريكورد سكرين، لما بتضغط على ريكورد سكرين بيطلع لك هي النافذة الصغيرة هي، واللي هي نفسها هي نفسها، فبتضغط على ريكورد. لما ضغطت على ريكورد عطاك هاللي شايفه أمامك. الآن المسجل أو الفيديو شغال، الفيديو شغال. أنا فرض عندي فتحت محاضرة PDF يا شباب، طبعا كل شيء على سطح المكتب بده يصور لك اياه، كل شيء على سطح المكتب بده يتصور، تمام. فانت لا تحط على سطح المكتب الا الشغلات اللي لا يؤثر انه الاخرين يشوفوها، يعني ما تحط صور عائليه، ما تحط شغلات ما تنتبه على حالك، تمام. هلا انت هذا هو البرنامج، هون هي محاضرتك على شكل وليكن PDF او باوربوينت، ما بيفرق. هون في عندك ممكن تستخدم اذا بدك مثلا تاشير للطلاب مثلا على فقرة معينة، بدك تستخدم ترسم دائرة، بدك ترسم أي شغلة معينة ما بلون مختلف، فأنت تستطيع أن تختار. هون بتختار اللون يلي بدك إياه، مثلا بتختار هون مثلا العرض الخط يلي بدك إياه، أيضا إذا بدك الخط يكون عريض إلى آخره. طبعا ممكن أنت تحتاج أنه تكتب شغلة معينة أو ملاحظة أو تعليق أو أي شيء، أو تكتب معادلة رياضية مثلا وليكن، يعني نوعا ما بفيدك هذا الموضوع مثلا، أو بدك تحط ملاحظة، ممكن بدك تحط كومنت على فقرة معينة إنه هاي الفقرة هامة مثلا، فممكن تكتب هيك فقرة إنه هذه الفقرة هامة هامة. طبعا يا شباب هون بدك تنزل، يفضل اذا بدك تستخدم قارئ PDF تستخدم فوكسيت ريدر 2.3. انا مستخدم، شو بتستخدم؟ فوكسيت ريدر، خلينا نطلع عليه هون، فوكسيت ريدر PDF داونلود. بتنزلوا هذا البرنامج، بتنزلوا عندك، طبعا بيتحمل معك ببساطة، هذا سهل جدا يعني تحميل PDF فوكسيت ريدر، وإذا ما بدك تستخدمه كمان ما ضروري يعني. الآن هي محاضرتك، أنت سجلت محاضرتك، طلعت 50 دقيقة 40 30 يلي هو إيه، بدك تنهي محاضرتك، بدك تنهي محاضرتك. شو هلا أنت إذا ما بدك تنهي محاضرتك مثلا، بدك تنتقل لملف آخر ضمن الكمبيوتر، بدك تبحث عنه وما بدك تضيع وقت في التسجيل، وبنفس الوقت ما بدك التسجيل ينتهى، فبتعمل بوز. لما بتضغط بوز
فما بينهي لك التسجيل، انما بيوقف لك اياه مؤقتا. فبتروح انت بتدخل على الحاسب تبعك، هون التسجيل بيكون وقف ولكن مؤقتا. لما بدك ترجع للتسجيل تيجي لهون بيكون مكتوب ريزيوم، اي اعاده او استعاده. الان لما بدك تضغط نهايه التسجيل بتحط ستوب. لما بتضغط ستوب بيروح هو بيعطيك انه حفظ، بتقول له حفظ ولكن بصيغه اي في اي، بيعطيك صيغتين يا شباب، هي شغله مهمه، بيعطيك صيغتين للحفظ، اما اي في اي تمام او كامتازيا. كامتازيا كامتازيا كامتازيا، انت شو الصيغه اللي بتحفظه فيها؟ تحفظه بهي الصيغه، بيروح بيحفظ لك اياها على سطح المكتب بصيغه ايش؟ اي في اي، فيديو يعني. تمام؟ هلا لنفرض انت حفظته وصار على سطح المكتب، الان بدك تضغطه، ممكن يكون حجمه كبير، هلا انا بيجي بطلع على هذا الملف حجمه 246 ميجا، فهذا حجمه كبير، بروح بفتح البرنامج الثاني اللي نصبته اسمه هاند بريك. فتحت البرنامج، طبعا بنتظر البرنامج، هلا فتح برنامج الهاند بريك، بيجي بضغط هون فيديو، بضغط هون فيديو، فهون في شيء كونستانت كواليتي ممكن تكون محطوطة على 36 38، انت اختارها 20، اذا محطوطة 20 عيفها على حالها. وبتجيب الفيديو، اذا بتضغط هون فيديو ضروري، وبتجيب الفيديو وبتسحبه سحب. شو بتساوي له؟ تسحبه. سحبناه. شو بيعمل له يا شباب؟ بيجي بسميه بغير اسم. مثلا بسميه المحاضرة الأولى مثلا يعني. بحيث يكون غير هذا الاسم، تمام؟ احفظه بهي الصيغة أو بهي ما بتفرق، وبتعطي أوكي وبتقول له ستارت. بيروح شو بيساوي؟ بيحط لك نفس الفيديو باسم آخر ولكن بضغط إيش؟ أقل. أنا رح استنى لحتى يخلص، رح انتظره لحتى ينتهى، هو رح يوصل للمية بالمية، ممكن يطلع عندك هالحكي 4 دقائق 5 دقائق، فرح وقف التسجيل مؤقتا لحتى يخلص. إذا يا زملائنا الآن خلص فينيشت، إذا سكروا هذا. شو بجيب لاقي الملف المضغوط؟ هذا هو، هذا الملف الأساسي حجمه 246 ميجا، هذا المضغوط 95، شايف 95 ميجا. إذا هذا بحذفه وبروح بحمل هذا على اليوتيوب، بحمل هذا على اليوتيوب، بجي لهون على قناة يوتيوب، بيكون عندك قناة يوتيوب تمام. طبعا قناة اليوتيوب بدك يعني في إلى طريقة بأنه واحد يعمل قناة يوتيوب، هذا أمر ممكن يكون تاني، أنا حذفت من شوي في ملف عندي حذفته. المهم بتجي لهون بتقول له أبلود فيديو، بتقول له إيش؟ أبلود فيديو. إذا بعد ما تقول له أبلود فيديو بيروح بيعطيك، بيعطيك هون دراج او داونلود، بتروح بتقول له ايش؟ بتعطيه اسم الملف اللي هو المحاضره الاولى، بتعطيه اياها هي اللي انت حملتها الان اللي صورتها، وبتعطيه اوبن تمام، وبتقول له ايش؟ سيلكت فايل، وبيبدا بيحمل لك اياها وبينزلها على الانترنت. بس انه خلص من عمليه التحميل، بس انه خلص من عمليه التحميل راح يعطيك هون مباشرة مثل هالمحاضرة أنا محملها تمام؟ اعتبر أنت حملت الآن، بيعطيك هذا الرابط، بيعطيك هذا الرابط، بتنسخ هذا الرابط، بتنسخ هذا الرابط، وبتروح بتقول له كوبي، وبتروح بتعطيه لمين؟ لطلابك على الواتساب. هكذا بنكون نحن سجلنا محاضرة ونشرناها على الفيديو على اليوتيوب لطلابنا. و أتمنى لكم وللجميع التوفيق، وشكرا لإصغائكم.